مش هروح بعيد عن كلام أسامة، ولكن هنتكلم في إطار نفس وجهة النظر ونفس الكلام ونفس المخاوف. أنا مش عايز نقع في فخ حاجة من الاتنين، لا الإفراط ولا التفريط. يعني إيه لا الإفراط ولا التفريط؟ يعني الإفراط إن إحنا نتعامل بحالة من المبالغة في رد الفعل على النتيجة، في حالة مع إن كأن إحنا لسه ما عندناش عدد من المباريات، كأن النادي الأهلي بعيد فنيا، كأن النادي الأهلي ما عندوش حاجة، كأن النادي الأهلي مش مرشح. لأ، ده هيكون إفراط. لازم نقول إن إحنا في وقت من الأوقات حتى مع بيتسو موسيماني شفنا مباراة زي سيمبا التنزاني، خسرنا 1-0 هناك قدام الهلال، هناك ما قدرتش تكسب، كان لك تقريبا محاولة واحدة اون تارجت طول المباراة. زي ما بقول لكم مباراة سيمبا احنا فاكرين الجيم كنا سيئين فيه ازاي قبل كده وما قدرناش نكسب. مع فايلر مباراة النجم الساحلي برضو في دور المجموعات وان اختلف المنافس، وطبعا النجم الساحلي كان اقوى ولكن في اخفاق. المقصود ايه هنا؟ المقصود ان احيانا بتحط في ظروف فنية بتبقى مع بعض الفرق ممكن تخلي نتيجتك سلبية. كمان خلينا نقول ان كرة القدم فيها ده، فيها بعض المباريات اللي تكون صعبة بغض النظر عن مستوى المنافس. هتقول لي ازاي؟ هقول لك مونشنجلادباخ الالماني، هل حد يقدر يقول ان هو يقدر يقارن ببايرن ميونخ على مستوى البطولات وعلى مستوى القوه وعلى مستوى السكواد؟ اكيد لا. مونشنجلادباخ انا عايز اقول لكم ان هو عقده للفريق الالماني اللي النهارده في الدوري ايضا حقق نتيجه سلبيه جديده قصاد مونشنجلادباخ بعد 20 مباراه بايرن ميونخ ما حققش اي خساره فيهم في الدوري البوندسليجا. النهارده خسر من مونشنجلادباخ وحديث كل الاعلام الالماني ازاي بايرن ميونخ لمره جديده يخفق مع مونشنجلادباخ اللي تحول لعقده. المقصود ان طبيعي ان احنا نخفق قدام الهلال؟ لا خالص، مش ده معنى كلامي، ولو انت فهمت ده من كلامي مش ده اللي انا عايز اقوله. انا عايز اقول ان في بعض المباريات في كره القدم خليك متوقع ان ده وارد ممكن يحصل فيها، خليك متوقع ان بجيلك الذهبي رحت لعبت في السودان وخسرت بثلاثيه، وان كان وقتها الهلال كان اقوى، بس كمان انت فريقك اكيد كان سكواد تاريخي وسكواد ذهبي وسكواد مرعب وخسرت بثلاثيه هناك. المقصود ان ده وارد، بس المهم اللي جاي بعدين، المهم اللي جاي بعدين ده بقى هي النقطه الثانيه او الجانب الثاني من الكلمه، لا الافراط ولا التفريط. التفريط اللي هو ايه؟ ان انا اشوف كان مفيش حاجه، ان انا اشوف ان عادي انا خسرت المباراه هناك في الهلال واتعامل برضو مع سان داونز بنفس الطريقه، او ان احنا نتعامل ان مفيش اي نقاط سلبيه كده انا عملت العكس. لا، احنا عايزين نكون متزنين في تقييم مشهد قدامنا كلنا. اكيد في بعض الامور اللي احنا عارفين سكوادنا واصل ليها ايجابيه، وفي بعض الامور السلبيه. انا بشوف ان مارسيل كولر مدرب قبل بلاء حسنا في اغلب الاختبارات اللي اتحط فيها، وبشوف انه بيتمتع بمرونه تكتيكيه، زي ان هو مباراه زي بيراميدز كان عنده استراتيجيه واضحه فيها مختلفه، ان هو مش طول الوقت هو الهولدنج للكوره، لا كان عنده فكره مختلفه. مباراه زي اوكلاند او سياتل اللي هم اساسا كانوا اقل من ريال مدريد فنيا، كان بيلعب على مبدا معين وواضح في حتى التحفظ وحتى في تشكيلته وحتى في طريقه اللعب. قدام ريال مدريد وفلامينجو كان عنده افكار اخرى. اللي انا عايز اقوله ان بغض النظر بقى عن ايه كان صح قدام سياتل وايه كان غلط قدام ريال مدريد، مش دي قصتي خالص. القصه اللي انا عايز اوصلها ان الراجل عنده مرونه تكتيكيه، محتاجين نشوف المرونه التكتيكيه دي مع الفرق في افريقيا. انا عايز اقول ان انا واثق ان كولر النهارده في بعض الامور يا جماعه مهما اتكلمنا عليها بالورقه والقلم، اي حد في حياتنا مش هيدرك قيمه الاختبار غير لما يتحط فيه. مهما كلمتك عن حاجة مش هتدرك صعوبتها إلا ما تحط فيها. يعني إيه؟ يعني كولر بدأ دوري أبطال أفريقيا بالاتحاد المنستيري يا أسامة، ظروف مختلفة، الأجواء كانت مختلفة، الملعب مختلف، طريقة اللعب مختلفة، الفريق اللي عنده رغبة معينة إنه يبادرك الهجوم مختلف في الاتحاد المنستيري. المقصود إن قدام الهلال يا جماعة الوضع مختلف. كولر ربما لو نظر الى القيمه التسويقيه والفوارق الفنيه يحس ان الوضع اسهل بكتير. الراجل ما لعبش في السودان قبل كده، فانا واثق ان في امور لا تبدو ليك حقيقتها الا على ارض الملعب. شفت ازاي المباراه صعبه على ارض الملعب، عملت حاجه في البدايه كان في فوارق. انا بقول لك في بدايه المباراه، وشوف حتى نسق الشوالي في التعليق، في بدايه المباراه كان في احساس لاي حد وهو بيتفرج ان اكيد انت فارق. مع المباراه بدات العوامل اللي تدخل نادي الهلال في المباراه. كل ده كولر هيكتشفه امتى؟ كل ده كولر هيعرفه امتى؟ مهما قعدت اتكلمت معاه ومهما اديته دروس نظريه مش هيدركه تمام الادراك الا جوه الملعب. جوه الملعب يدرك صعوبه المباراه. ربما المفيد في المباراه دي
ان هي تدي انطباعات لكولر مختلفه تماما فيما بعد. كولر مدرب جيد؟ اه مدرب جيد. كولر عنده افكار فنيه كبيره؟ كولر عنده افكار فنيه كبيره. ارتقى بعديد من الفرق اللي دربها وحقق معاها انجازات مقارنه حتى بظروف سيئه ليها، عمل ده. بس لسه في حاجه يا جماعه اسمها النو هاو. النو هاو بتاع افريقيا لسه مش عند كولر، وده طبيعي بحكم ان الراجل لسه بيبدا، بحكم ان الراجل لسه بيستكشف، بحكم ان الراجل بيخلص لمجموعه تجارب يبدا ينعكس يعني عليه بعد كده في المباراه الجايه. ده اللي انا مستنيه اسامه، ومستني ان احنا نطلع من المباراه دي مش بس بسلبيات، لا نطلع بحاجات نبدأ لمباراة سان داونز اللي هتكون اكيد فنيا اصعب بكتير جدا. هي اكيد هتكون يعني لا تقبل قسم على اثنين، وده يعني رفاهيه الفرص دي هتبقى امر صعب جدا او اهدار الفرص. ولكن كولر اعتقد يعني ممكن البعض يشوفه غير واقعي ان هو يبدا يلعب مباراه مفتوحه امام ريال مدريد، ولكن كان قادر ان هو يقدر بشويه توفيق صحيح او انهاء بعض الهجمات ان هو فعلا يحطك بالمستوى ده وبالجيم ده امام ريال مدريد في واقعيه شديده، كان ممكن ولكن لم يحدث. امام الهلال السوداني، فتخيل انت فريق بيلعب امام ريال مدريد، مع كامل احترامنا طبعا لاشقاء الهلال السوداني او اي فريق عربي، وبيلعب بالشخصيه دي. وده يفكرنا برضو برينيه فايلر اول لما جه كان بيلعب ب 10 لاعبين اول مباراه النجم الساحلي لما خسرها في بطوله افريقيا خارجيا، وكان هو الابر هاند، هو اللي كان مستحوذ على المباراه، ولولا خطا واضح واحد في المباراه يعني خسرت المباراه دي بهدف لا شيء. لكن كان عنده بعض المباريات ايضا في بطوله افريقيا وفي الجانب بقى لما تدخل على وسط افريقيا وجنوب افريقيا بتبقى بعض المباريات صعبه جدا وتعامل معها مختلف. فعشان كده زي ما فارس بيقول هو لسه الراجل اول مره يتعامل في الاجواء دي، واعتقد ده هيكون درس واضح ليه.